الدريفتنج هو بالتحديد كله له علاقة بالتحكم بالسيارة، كيف السيارة بتروح بالعرض يمكن. أهم عامل بالدريفتنج هو إذا بيكون السائق عنده تحكم بالسيارة. هي كلها بدك تقدر تتحكم بين دعستك على 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 البنزين على على الفيول والمكوت تبعك. بضطر بدي اقدر اعكس بعكس الانجل اللي انا رايح فيها بالعرض، اقدر زبط نسق بين البنزين وبين السيرينج حتى اقدر اتحكم بالسيارة. الادرينالين راش اللي بتاخده انت عم تعمل دريفتنج، خصوصي انك عم تعمل يعني عم تروح من سرعة تقريبا عم نحكي 80 او 100 كيلومتر بالساعة، بتكون سيارة رايحة مثلا عمالة يمين بالعرض بتعمل لها فليب عمالة الشمال وتعكسها وتروح فيها وانا متحكم بالسيارة، هيدا عن جد بده مهارات كتير قوية. دولاب كل ما عم تعمل دريفت، كل ما عم تعمل سبين، كل ما عم يحمل دولاب أكثر. بكل إيفنت عندك استهلاك للدولاب يمكن أكثر من البنزين مستهلك دولاب. دريفتنج اللي عم نعمله بقلب حلبات مقفلة أو بقلب باركينج لات عم نحكي، خطورة منا موجودة عنا. أوكي نحن دائما بنحط حزام الأمان طبعاً وبنحط الهلمت كراش هلمت، بس السيارة لأنه نحن ما عنا أبستكلز بقلب التراك مثل وديان أو عواميد كبيرة أو صخور أو شيء تقول أنت في عندي أنا خطورة. الدريفتنج بالتحديد ناجح بقطر هو عدد المشتركين والمشاهدين، هذا الشيء بكبر قلب شيء كثير منيح وشيء بيعني إنه رياضة السيارات بعدها بأعز أيامها بقطر عم نحكي.